يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث بعد الموت. يقول المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث بعد الموت، فهل البعث بعد الموت يدخل في توحيد الربوبية؟ وهل يقال إن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية جملة؟ نعم، أنكروا البعث لأنهم يستبعدون أن العظام الرميم تعود كما كانت، وأن التراب بعدما يصير الإنسان تراب نعود كما كان، فهذا شك في قدرة الله جل وعلا، تعجيز لله، فهو نقص في توحيد الربوبية. نعم.